السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لمسات الخياطة. اليوم ان شاء الله نفصل معكم هذه الجلابة. هذه جلابة مخزانية لطفلة عمرها 7-8 سنوات. بهذا التوب، هذا التوب مليفة كشمير كما كتلاحظوا، راني تويست توب على 4 كما كتلاحظوا. خليت تقريبا هنايا 21 سنتيم تقريبا ديال القب. التوب هذا غنخدم فيه جوج ليبات، داكشي علاش طويت بهذه الطريقه باش نقتصد التوب. هنايا طويت الحاشيه كما كتلاحظوا، يعني على الطول ديال التويست توب، واني واحد الجهه خليت فيها 21 سنتيم كما كتلاحظوا هكا. ودابا يعني غنحط المقاسات من هذه الجهه هذه، يعني غنطوي هنايا باش يبان لكم هنايا يعني الغيوه بحال ما مطويش لحسب التوب ديالكم. انا خدت بهذه الطريقه هذه باش نقتصد التوب، باش غنخدم جوج ليبات. دابا نبداو نحط المقاسات على هذه الجهه هذه المفتوحه، يعني على الحاشيه. وغنحط المقاس ديال الكتف ديالي. هذه الجلابه هذه فيها 16 سنتيم و 16 سنتيم، يعني درت 36 سنتيم اللي حطيت هنايا، يعني هذا 10 سنتيم اللي غنزل بها الكتاف. والرقبه درت فيها 5 سنتيم، هنايا نزلت بخمس سنتيمات، يعني نزلة ديال الكتف، يعني في الجلابة المخزنية خصنا نزلو يعني بأكثر باش ما يجيون باش ما تجيناش يعني منفوخة بزاف من الجوانب، وما تجيناش عاوتاني جلابة نازلة في الجوانب بزاف. هنايا غنزل يعني بطول الصدر. طول الصدر ديال الاطفال كنديروا الكتف، يعني الكتف الا كان فيه 32 مقسوم على 2 يعني 16 سنتيم، غننزل يعني حتى بالنزله 15 سنتيم، يعني 15 سنتيم نقصوا سنتيم او جوج بحال هكا. هنايا في الفتحه ديال اليدين، هنايا كتحسب بالفتحه ديال اليدين، يعني انا درت فيه 17 سنتيم. هنايا في المكان ديال الايفازي كنحط يعني المقاس ديالي، يعني نحط هنايا 20 سنتيم، يعني هذه ما كتكونش ايفازيه، ما كتجيش ايفازيه، هي كتجي عريضه شويه يعني ضروه. هنايا غنسطر سطر هكا مستقيم، يعني هذه ما فيهاش يعني مقاسات بزاف. هنايا في العرض اللي بغينا البنات كنحطوا العرض اللي بغينا في التحت في الجلين. انا غنخدم يعني الفتيحات من الجوانب، يعني دائما كنزيدوا داك السنتيم ديال اللي غنخدموا فيه دوك الفتيحات بالضفيره والبريم، يعني ضروري يعني كنخرجوا هكا كتبان في الصاله اللي كتخرج. انا حتى الطول وزدت عليه 9 سنتيم ديال التكفيفه، يعني كما قلت لكم دابا راه غيبان لكم راه غنزيد شويه في العرض في التحت، حيت ديك الخدمه ديال يعني ديال الفتيحات كيخصنا نخليها. هي يعني فين لاحظتوا بلي انايا عرضت ديك البليصه فاش نخدم الفتيحات، الا ما زدناش البنات يعني ديك السنتيم ونص، يعني فاش كنخدموا الفتيحات كيبان لينا للاسفل صغير، على يعني كيجينا بحال مجموع من التحت، يعني فاش حيت ديك الخدمه ديال الفتيحات كدي حتى هي تقريبا سنتيم ونص ديالها. يعني هذه هي الفصاله سهله. هنايا غنوريكم يعني كما قلت لكم الكتف راني درت 16 سنتيم و 16 سنتيم، يعني هاد 10 سنتيم هما اللي غنقصهم في الطول ديال الطول العادي ديالكم، يعني هذا هو يعني بشحال ما هبطنا الكتف خصنا نقصهم في الاكمام. هنايا غنرسم الرقبه ديال الامام، يعني نزلتها ب 13 سنتيم 13 سنتيم ودرتها على شكل في. هنايا نقطع التوب ونرجع معكم باش نقتصدوا من الفيديو. هنايا قطعت معكم التوب، هذا هو جزء ديال الامام. هنايا هذا الجزء الوراء يعني الظهر. هنايا كناخذوا هذا المقاس هذا باش نفصلوا عليه الاكمام. هنا كما قلت لكم 17 سنتيم، وغنجيو نطويو التوب ديال الاكمام. هنايا تويست التوب هكا على جوج، من بعد نطويه على مرة تانية بهذه الطريقة هذه، وغنحطو المقاس ديالنا من هذه الجهة هذه، حيت غنخدم هنايا كما قلت لكم جوج ديال الأكمام. أنا غنخدم معاكم لكم ديال هذه الجلابة اللي يعني ديال 8 سنتيمات، هذاك 8 سنوات، والجهة الأخرى غنخدم فيها لكم ديال الجلابة الأخرى. هنايا خديت 17 سنتيم ودخلت تقريبا 5 سنتيم في الأكمام، يعني هذا
حرضه حرضه الابيض او يعني الجزء العلوي ديالكم. هنايا كناخذوا فتحه اليد، يعني كل واحد وشنو شنو باغا، يعني كل واحد وشنو المقاس اللي بغا. هنايا كنخدمتو يعني درواكم دروه تقريبا، حطيت هنايا 12 سنتيم كم دروه. نقطع معكم توب، يعني سهل ولا اسهل، يعني ما فيهاش تعقيدات ماشي بحال الفصالات الاخرين، يعني كيكونوا فيهم هكا شويه التعقيدات. هذا سهل جدا، كتجي جلابه زوينه وهي اللي دارجه على الموضه في هذا فصل الشتاء. هنايا غنحيد هاد الثوب هذا وغنجيب لكم داك الثوب اللي اقتصدت في الاول، هو اللي غنفصل فيه القب، يعني فيه كما قلت لكم 21 سنتيم في العرض ديالو. هنايا غندير 27 سنتيم، يعني باقي غنزيد الودين، يعني غنزيد ودينات اللي كنفصلو اللي كنخدمو بهم يعني جلابة ديالنا. هنايا دخلت تقريبا ب 8 سنتيمات وسطرت سطر مائل، وجيت الوسط نعلم الوسط كندخل هنايا بسنتيم ونصف تقريبا، هنايا كنخرج بسنتيم ونصف، يعني وكنعاود هكا ناخذ المقاس ديالي. هنايا درت 23 سنتيم كما قلت لكم، زدت هاد الودينات هادو ديال الفينيسيون، يعني كيكونوا احسن فاش كتزيدوهم كتكون جلابه يعني فينيه، كنخدموها وكندخلوا لداخل وكيبان، يعني كيبان في الفينيسيون ديال الجلابه زوين بزاف، يعني ماشي خدمه سواقيه. هنايا المهم يكون فيه يعني المقاس اللي خدينا في الرقبة ديال الأمام وديال الظهر. ونقطع معكم التوب ديال القب. هنايا خصو يكون فيه المقاس ديال الظهر وهنايا ديال الأمام، وهاد الودينات هادو يعني كنزيدوهم باش نكملو بهم الفينيسيون ديال الخياطة ديالنا، يعني هما كيلعبو الدور بحال ديال الطبطين أو السجف. هو القب ديالنا هذا قب متوسط، يعني ماشي صغير، يعني هاد الجلابه المغرضاني كتبغي يكون قب متوسط. هاد الحشيه هادي راه خاصها تحيد، وريني انا غنحيدها بالسرجي حيت باقي غنخدم هذا الضفيره وهذا، وكتغطى يعني كتغطى به، نحيدها بالسرجي ما حيدتهاش بالمقص. هذا هو الشكل النهائي ديال التفصيله، يعني اسهل طريقة ديال التفصيل، يعني اي وحدة تقدر تفصلها اللي عندها مع الخياطة. وهذا هو الشكل النهائي ديال الجلابة من بعد الخياطة، جات زوينة بزاف، خدمتها هكا بليزاستراس جميلة. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش اللي دخل معنا جديد يعني تجي يشترك القناة وفعل الجرس، وما تنساوش اللايك للفيديو. مع السلامة الى فيديو قادم إن شاء الله.